سعادة المحامية دين البشير، تفضلي. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة، بس غلبك سعادة الرئيس لو نعد، بس نرجع نعد. ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، الزميلات والزملاء الأكارم، سيكون حديثي بداية بتسليط الضوء على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 وخطة التحديث، باعتباري عضوا في حزب إرادة، حيث سيقوم كل زميل وزميلة من أعضاء الحزب في المجلس بتناول جانب من جوانب الموازنة بناء على موقف الحزب. إن الموازنة العامة في هيئتها الحالية لا تختلف كثيرا عن هيكلها ومحتواها السابق قبل إطلاق رؤية التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، فبقيت محدودة جامدة البنود لا تواكب أهداف الرؤية المنشودة، وخاصة البنود الجارية منها تعيق القدرة على التكيف مع متطلبات ضمن فرضيات صعبة التحقيق، تحول الموازنة إلى مجرد وثيقة بعيدة عن برامج الحكومة. وستوقف هنا عند الرؤية الاقتصادية بشكل خاص، حيث تنص على أن الطموح يتمثل في زيادة الناتج المحلي الحقيقي خلال فترة تنفيذها من 30.2 مليار دينار إلى 58.1 مليار، بنسبة نمو مقدارها 5.6% سنوياً. وهذا يعتبر إشكالية كبرى، حيث كون المستهدفات الأساسية للرؤية لا زالت غير واضحة للحكومة وطاقمها الاقتصادي، بل وصعبة المنال مع استهداف البرامج التنفيذية للرؤية خلال السنوات 2022 ل 2025 نموا سياسيا سنويا 2.7%. وهذا يعني أن السنوات السبعة التالية تتطلب نمواً اقتصادياً بمعدل يناهز 7% لتحقق الهدف الأساسي للرؤية. ناهيكم عن استحداث مليون فرصة عمل خلال أول 10 سنوات من إطلاقها، بينما تشير البيانات الأولية للتشغيل إلى تراجع أعداد العاملين الأردنيين من خلال أول 2 من بدء تنفيذ الرؤية، الأمر الذي يدعونا إلى التخوف من أن خطة الحكومة الاقتصادية والمالية ما هي إلا مجرد وثائق تتضمن طموحات تختلف عن الواقع. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء المحترمين، من اللافت وجود اختلالات هامة تتعلق بشكل إعداد الموازنة العامة والوحدات الحكومية، فبعد أن كانت تعد بقانونين منفصلين، نصت التعديلات الدستورية على أن يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمناً موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور. وبدلاً من إدماج كامل للوحدات الحكومية، تضمن قانون الموازنة منذ العام الماضي باباً للدوائر الحكومية وآخر للوحدات الحكومية، حيث بنت الحكومة مؤشرات قياسها على الباب الأول دون تضمينها للأداء المالي للوحدات الحكومية، كعجز شركة الكهرباء الوطنية بحوالي 520 مليون دينار، وعجز سلطة المياه بحوالي 330 مليون دينار، وذلك نتيجة للدعم الحكومي لأسعارها، إذ نجم على الفرق بين الكلف وأسعار البيع بموجب قرارات حكومية. وهذا الدعم ينبغي تضمينه في الموازنة العامة للدوائر الحكومية، شأنه شأن دعم سلع أخرى كالأعلاف وأسطوانات الغاز، لا أن يتم تحميله لموازنة الشركتين. ووفقاً وهنا لافتاً للمادة 22 الفقرة ألف من قانون الموازنة العامة، حيث لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى آخر إلا بقانون، ورغم ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية الموازنة العامة النقل من مخصصات النفقات الجارية والمشاريع الرأسمالية للدوائر الحكومية باستثناء مشاريع المحافظات الرأسمالية. الفقرة باء من هذه المادة مكنت الحكومة من فتح مخصصات النفقات الرأسمالية على النفقات الجارية، وكان هذا الإجراء سابقاً محظوراً، فقامت الحكومة بتغطية النقص في بنود النفقات الجارية من المخصصات الرأسمالية، مما يفسر ارتفاع النفقات الرأسمالية في موازنة 2024 بحوالي 200 مليون دينار، علماً بأنه تم سابقاً تمويل جانب من نفقات الدعم الجارية من مخصصات النفقات الرأسمالية بحوالي 350 مليون دينار.
ونجد أن جانباً كبيراً من مخصصات النفقات الرأسمالية هي فعلاً نفقات جارية كالرواتب والصيانة وإصلاح المباني والمرافق، قدرت بموازنة عام 2024 بحوالي 551 مليون دينار، تتضمن 180 مليون دينار للبلديات أغلبها نفقات جارية، لذا فإن الحصة المتبقية للمشاريع الاستثمارية محدودة لا تسهم بإحداث النمو الاقتصادي المنشود. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء المحترمين، أما وثيقة الموازنة التي يصرف مجلس الأمة وقتاً طويلاً لمناقشتها فصلاً فصلاً، ما هي؟ فإنها تحتوي اختلالات من حيث المضمون يختلف تنفيذها جوهرياً عما هو مخطط له، الأمر الذي يدعو إلى مناقشة الحسابات الختامية وتقارير ديوان المحاسبة أهمية أكبر من مناقشة قانون الموازنة العامة، حيث تلجأ الحكومة لصرف سلف تغطي النقص في المخصصات وتظهر العجز بأقل من قيمته الفعلية. فعلى سبيل المثال يشير الحساب الختامي لعام 2022 إلى زيادة رصيد السلف بمقدار 674 مليون دينار، ومنها سلفاً لوزير المالية ووزير الصحة وتغطية عجز للرواتب ودعم مواد تموينية. ومن المعلوم أن معظم هذه السلف تمثل نفقات تم صرفها بدون مخصص لا تظهر في العجز المعلن، على أمل رصد مخصصات لها في السنوات القادمة لتسويتها، وهذا الإجراء فيه مخالفة صريحة لنص المادة 115 من الدستور، ومخالفة أيضاً لنص القانون الموازنة العامة في المادة 21 ألف منه. كما نشير إلى إنفاق في بيانات رصد الدين العام يفوق العجوزات المعلنة، فنجد ارتفاع رصيد الدين العام من 35,767 مليون دينار عام 2021 إلى 38,490 مليون دينار عام 2022، وهي أكبر من عجز الموازنة العامة وعجز شركتي الكهرباء والماء بحوالي 648 مليون دينار، وهذا الفرق أغلبه ناجم عن صرف خارج الموازنة العامة. إن الاستثمار في مراكمة ملايين الدنانير من المتأخرات في الإنفاق والعائد لصالح بعض الموردين مثل المستشفيات العامة ومركز الحسين للسرطان وشركات كبرى دليل آخر على عدم إظهار الوضع المالي الحقيقي، والأدهى اتباع وزارة المالية أسلوب تسديد بعض المتأخرات باعتبارها ديناً على الحكومة يرصد بموازنة التمويل وليس النفقات العامة، فلا يظهر في عجز الموازنة العامة لا سيما وأن التأخر يضر بالجهات الدائنة ويضعف جهود جذب الاستثمار والإضرار بالبيئة الاستثمارية. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء المحترمين، أما عن موقف حزب إرادة والخاص بمؤشرات الأداء الانتقائية للموازنة والتي تستخدمه الحكومة لإظهار تحسن الأداء متجاهل الحديث عن مؤشرات أخرى أكثر أهمية لإخفاء مكامن الضعف بالموازنة كالحديث عن رصيد الدين العام بدون رصيد الاقتراض من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، علما أن الدين واجب الأداء كباقي الديون، فيظهر هذا المؤشر منسوبا للناتج المحلي الإجمالي تراجعا طفيفا، بينما يرفع الرصيد الكلي للدين العام 10.6 مليار دينار خلال 4 سنوات ماضية، وتصل نسبة الرصيد للناتج المحلي الإجمالي حالياً 114%. وتركز الحكومة على زيادة الاقتراض من صندوق الاستثمار بلغ صافيه خلال 4 سنوات مضت 2743 مليون دينار، ورصيد الاقتراض منه حالياً حوالي 8.9 مليار دينار، مما يشكل عبئاً على الموازنة العامة ودفع فوائد تزيد عن 450 مليون دينار سنوياً. ومن مؤشرات الأداء الأخرى المنتقاة عجز الموازنة الأولي، حيث تستخدم الحكومة كلمة أولي بدلا من استخدام العجز الكلي للموازنة، والمعلوم أن العجز الأولي يتم احتسابه من خلال استثناء فوائد الدين العام من النفقات واستثناء المنح من الإيرادات، وذلك في ضوء ارتفاع فوائد الدين والتي شارفت على مستوى 2 مليار دينار من موازنة 24 وتراجع المنح الخارجية، فإن العجز الأولي يشير إلى تحسن، بينما العجز الكلي هو وهو المؤشر الحقيقي على أداء المالية العامة في اتساع مضطرد. وخلاصة القول فإن وضع المالية العامة بحاجة لإصلاحات عميقة تضبط الارتفاعات المتتالية في المديونية وتوفير حيزاً مالياً يحصل الخدمات العامة وخاصة الاجتماعية منها، حيث تشير تقرير صندوق النقد الدولي أن الدين العام للأردن مرتفع وبالتالي يحتل مرتبة متدنية. وقبل الختام لابد من توجيه تحية إجلال لشعبنا الصامد والمرابط في قطاع غزة
كما أرفع لمقام جلالة الملك المفدى التحية أصدقها والتقدير أعمقه. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.